أهلا بيكم في فيديو جديد هنعمل فيه ريفيو عن The New Mutants من غير حرق. الناس اللي مش عارفة الفيلم ده يعتبر سبين اوف ويمكن آخر فيلم في سلسلة اكس من اللي احنا عارفينها. خلاص هتنتهي السلسلة ديت، ديزني اشترت فوكس وناويين ان هم يدمجوا سلسلة اكس من جوه الام سي يو، فهيبقى في سلسلة جديدة للاكس من somehow or another. فيمكن يكون الفيلم ده زي ما بيقولوا كده ايه، فيلم الوداع بالنسبه للسلسله الطويله دي. انا واحد دخل اول فيلم خالص في السينما سنه 2000، شاف كل افلام السلسله وبيحب السلسله دي جدا وبيحترمها اكتر من الام سي يو كمان. لو جيت بصيت على الريتنجز بتاعت النقاط بتاعت الجمهور هتلاقي ان هو مشلفطين الفيلم، سواء روتن توميتوز او اي ام دي بي هتلاقي الريتنجز قليله قوي. هل ده يقفلك من الفيلم؟ لا بالعكس، خش بس بتوقعات قليله شويتين. لو انت توقعاتك قليلة فانت هتستمتع بالفيلم. هل ده معناه برضو انك لازم تخش الفيلم؟ لا، مش هتخسر حاجة لو ما دخلتش الفيلم. طب لو شفته هل هزعل؟ زي ما قلت برضو لو توقعاتك قليلة الفيلم هيكون مسلي جدا ليك وهتحترم المزايا اللي فيه، لان هو فيه طبعا مزايا وفيه عيوب. انا متخيل ان عيوب الفيلم دي معظمها مش بايده قوي، لان الفيلم ده اتأجل 3 سنين، ففي ال3 سنين دول حصل تغييرات كتيرة جدا. اعتقد ان اغلب المشاكل اللي كانت بتدور حوالين الفيلم ليها علاقة برضو بحتة ان ما كانش واضح هل اكس مان هتكمل كسلسلة ولا لا لحد ما ديزني خلصت الصفقة واشترت فوكس. يعني في امور كتير اثرت على ان الفيلم ده ما طلعش بالطريقة اللي هما كان نفسهم فيها. انا متخيل ان هما كانوا عايزين يعملوا اكسبانشن اكتر ليه، وبعدين فجأة ده بقى اخر فيلم خلاص، مش هينفع ان هما يعملوا الاكسبانشن المطلوب. هتحس ده كتير جوه الفيلم في كذا حاجة. هتحس ان الفيلم ده كان طموح جدا وكان عايز يعمل حاجات اكتر من اللي هو عملها، وبعدين طموحه قل جوه الفيلم هتحس بده. حاجة كمان هتحسها، هتحس ان هو متمنتج بطريقة غريبة، كأن القصة اتغيرت اكتر من مرة، وده شيء هتحسه كتير جدا. الفيلم ده لما تيجي تتفرج عليه هو مش فيلم سوبر هيرو عادي، لا الفيلم ده مختلف شويتين، مبتكر بصراحة تمام، لكن عنده ايدنتيتي كرايسيس، مش عارف هو عايز يمشي مع اي تيمة. يعني هو ينفع فيلم اكشن، ينفع فيلم رعب، ينفع فيلم للمراهقين، ينفع فيلم دراما، ينفع سوبر هيرو اوريجينز موفي، لامم كذا حاجة في نفس الوقت، فمش عارف يحقق 10 من 10 في اي حاجة منهم. دي يمكن مشكلته، قليلين اللي بيعرفوا يدمجوا اكتر من تيمة في نفس الفيلم. هو يمكن حاول وزي ما قلت كان طموح جدا ومبتكر، بس ما قدرش ينجح 100% في ده. الكونكشن بينه وبين اكس مان مش كبيرة، فلو انت جديد على اكس من تماما مش هتتخض، مش هتحس ان انت مش فاهم الفيلم مثلا او حاجه زي كده، ما يقفلكش لو انت مش متابع لاكس من قبل كده. بنصحك تخش الفيلم ده لو انت بتحب الاكس من جدا، او لو انت نفسك تشوف فيلم سوبر هيرو بفكره مختلفه عن اللي هو المتداول، او لو بيعجبك افلام زي ايه، افلام ستيفن كينج عموما. لان انا شايف ان المخرجين كانوا يمكن ماشيين في التيمة بتاع ستيفن كينج شويه. لو جينا حطينا سلسلة افلام اكس من كلها كده زي ما عملنا في فيديو قبل كده من الاحسن للأسوأ، زي ما اتفقنا مفيش اي فيلم الاكس من وحش، بس طبعا اكيد في احسن من واحد والتاني احسن منه وهكذا، يمكن ده يكون في الجزء السفلي من السلسلة، لكن تاني ده ما يقفلكش خالص من انك تشوف الفيلم. اتمنى يكون الريفيو دي مفيدة بصورة او باخرى، وزي ما اتفقنا ما ينفعش كان احرق خالص. متنساش تعمل سبسكرايب للقناة، لايك، شير للفيديو، استنى الكومنتات بتاعتكم، اشوفكم على خير.